فمهم قوي ان احنا مش بس نسمع ده ونقوله دلوقتي وحتى نصفق ليه، لا، نصمد ونقف زي ما وقفنا لهم، نقف لظروفنا، وظروفنا مش بتاعتنا احنا اللي عملناها، دي ظروف القدر سبحانه، قدر الله سبحانه وتعالى شاء ان الدنيا تبقى كده الثلاث سنين اللي فاتوا، ويمكن تستمر معانا شويه كمان. طب هنعمل ايه؟ احنا كدوله بنحاول بكل ما اوتينا من قدرات، والقدرات دي مش بتاعتي ومش بتاعت الحكومه، دي قدرات الدوله، ملك الدوله، ان احنا نحاول ما امكن ان الامور دي ما تبقاش ضاغطه على الناس، وان شاء الله ان شاء الله ناجحين وهننجح اكتر. ارجع لنقطه تانية انا قلتها هنا وقلت ايه؟ ان احنا جزء من الاقتصاد العالمي، جزء منه. طب هو لما بيجي تسمعوا في الاخبار سواء كان جورنان او في التلفزيون على اقتصاديات دول كبيره جدا بتعاني وبتتاثر، وانا مش هذكر اسماء دول، مش هذكر اسماء دول، هقول لكم حاجه واحده، مش في دوله كبيره بيقولوا عليها من اكبر الاقتصادات معرضه ان هي ما تدفعش الدين الحكومي بتاعها؟ مش بتسمعوا ده؟ ده حاجه، ومش بالمناسبه لا الاعلام اللي بيتكلم فيه ولا حد، اللي بيتكلم فيه مؤسسات التمويل الدوليه، صندوق النقد الدولي هو اللي بيتكلم على ده، وان تداعياته لو حصل تهز الاقتصاد العالمي كله اكتر من كده. وانا بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ عشان احنا ماشيين في طريقنا وصامدين، وربنا سبحانه وتعالى هيعبرنا المرحله ديت، لكن انا بشرحها لكم عشان احنا جزء من الدنيا، احنا مش منفصلين عنها. احنا جزء من الدنيا مش منفصلين عنها، والكلام ده محتاج مننا ان احنا دايما نبقى يعني متابعينه وشايفينه وعارفين احنا جزء منه. لما جيت اتكلمت على الارهاب قلت لكم ايه؟ طب انتوا النهارده لما بقول لكم شوفوا اللي جنبكم يقول لك هو بيقول لنا كده ليه؟ طب انا كنت بقول لكم كده عشان اقول لكم ان اللي هم يعني عندهم الظروف دي لغايه دلوقتي، وفي بعضهم بقى له 20 سنه وفي بعضهم بقى له 30 سنه ما قدرش يتجاوزها، ما قدرش ايه؟ اقول اسماء دول مش عايز عشان ما يعني من طبيعتنا ان احنا ما نزعلش حد يعني او نسيء يعني حتى لو كان دي حقيقه. في ناس بقى لها 20 سنه وما خلصتش. طب انت ازاي خلصت؟ خلصت ازاي؟ مش تقفوا وتفكروا وتقولوا ازاي ده حصل؟ بالله، بالله، بمين؟ بالله. لما كنت نقول ان الدوله دي محميه بفضل الله سبحانه وتعالى وشعبها اللي موجود هينهي المساله دي، فاقرب كنا كلنا بنبكي احيانا وبنتألم احيانا كثيرة عندما يجي لنا خبر يقول لك هاجموا ومات استشهد مش عارف كام واصيب كام واتدمر كام على مدى السبع ثمان تسع عشر سنين اللي فاتوا، مش كده؟ عدت الايام بفضل الله سبحانه وتعالى، والنهارده بنتكلم ده وعشان ما شاورناش عليها وما عملناش حاجه يعني في النقطه ديت. ارجع تاني، زي ما الازمه الاقتصاديه بتمس العالم كلها وبتضر بالعالم كله، احنا مضرين منها. طب نصمد لها ولا يعني؟ بالمناسبه انا ليا اعتاب على الاعلام. ليا اعتاب ايه؟ على الاعلام. انت ليه بتصوروا المصريين بان هم ملتعين على الاكل والشرب؟ انا بكلم بجد والله، ما صحش، ما يصحش والله، ما صح انك انت تبين لنا ان احنا ايه مرعوبين قوي على الايه. لا لا لا، ما يصحش كده، وكان الدنيا اخر الدنيا، يقول لك مش عارف الحاجه زادت وكلامنا. انا ما بقولش ان ده كلام مش صحيح، لا، بس بقول مش ده اخر الدنيا في مصر، مش اخر الدنيا في مصر، عشان لا احنا بنقول للشعب المصري لا الدولة دي هتبقى إن شاء الله تظل وتستمر وتكبر بينا كلنا وبتضحياتنا، واللي من ضمنها التضحية دي، تضحية الظروف دي اللي مش احنا اللي عملناها، اللي مش احنا اللي عملناها. وكتير مننا كان طب الحكومة تنزل تراقب الأسواق. الفيلم اللي انتوا شفتوه بتاع وزارة الداخلية
ده جهد وزارة الداخلية في كل الملفات اللي بتشوفوها. انتوا عارفين يعني ايه ينزل بسبعة تمانية مليار جنيه ولا اكتر مخدرات في البلد؟ ده خطير جدا، دول ولادنا وبناتنا اللي ممكن يتأذوا بالكلام دوت. وموضوعات اخرى كتير قوي قوي اجهزة الدولة بتقوم بيها، فانت عايزه كمان يبقى ايه يخش على كل المحلات ويشوف، وده بيتعمل برضه. لكن السيطرة اللي احنا ساعات بنتكلم عليها بشكل يعني مش هقول نظري يعني، لكن شكل مش موضوعي. انت بتتكلم في دولة فيها 105 مليون وفيها 6 7 مليون ضيوف عندنا، خير يعني؟ ارجو ان احنا كمفكرين كمثقفين كاعلاميين كمسؤولين في المرحلة الحاسمة اللي احنا فيها دي، ان احنا نجتهد كلنا مع بعض حتى نعبر بها بأمان وسلام ان شاء الله.